السيد محمد علاء الدين ماضي أبو العزايم يعني غني عن التعريف. النهاردة كان في يوم استقبال حضرتك للدكتور أيمن نور، وهذا يتواكب مع يعني قرب تقدمه لأوراق الترشيح، فهل الزيارة يعني تم مناقشة هل تدعيم الطرق الصوفية؟ لا لا، زي ما أنا قلت قبل كده إن كان في جمعية عمومية في مشيخة عموم الطرق الصوفية يوم 25 فبراير 2012، وقررنا إن إحنا مش هنبص في أي حاجة خالص بالنسبة للمرشحين إلا بعد قفل باب الترشيح، وقررنا كذلك إن لابد أن يكون مدنيا ولابد أن يكون شابا، وليس في مقتبل العمر ولكن شاب يعني ما بين 40 و50، حيث ما يبقاش لا عجوز ولا متهور، واخد بال حضرتك؟ طبعا مواصفات ديت منطبقة على أستاذ أيمن نور، منطبقة على حمدين صباحي، منطبقة على عدة من الناس يعني، إنما هنشوف البرامج بتاعت كل واحد إن شاء الله يعني هيجاب عندنا في مشيخة عموم الطرق الصوفية، وهيكلم كل واحد عن برنامجه وهنناقشه في البرنامج برضو، إذا توفق فيه ووفقنا ربنا إن احنا نختار واحد هيبقى الجميع هيختاره. الحزب اليوم كان برضو الدكتور أيمن نور في زيارة للحزب، حزب التحرير، فهل هذه الزيارة يعني مرتبطة بمشيخة سيادتكم؟ لا، هو الحزب يعني ايه اقول لحضرتك، يعني انا عضو فيه، انما قيادته لها الحرية في كل شيء، تنتخب اللي عاوز، حتى لو انتخب من الاب الروحي ما فيش مانع. حازم ده حازم هيفرح كده قوي. لا، حتى لو انتخبوه اخبر عليك، انا ماليش دخل بالموضوع ده، انا بتكلم على الطريقه العزميه وعلى التصوف عموما، وفي التزام ادبي ان احنا بعد غلق باب الترشيح هندعو كل الناس المرشحين يكلمونا في برامجهم ونختار الاحسن. زي ما تذكر اسم الشيخ حازم، امبارح قدم ترشحه وكان في موكب يعني اكيد حضرتك شفته، فهل ممكن يتم مقابلة مع جناب حضرتك؟ لا، هو في اليوم السابع في المجلة الالكترونية، الجريدة الالكترونية يعني قال كلام يعني مش من الراجل المسؤول ضد التصوف الصوفية، فطبعا لا يشرفني اطلاقا ان هو يحضر عندي او ولا اسمح له ان هو ياتي ولا اي حد من الاخوان المسلمين او السلفيه. طب بمناسبه السلفيه والاخوان، يوجد الان لجنه لتاسيس الدستور، وهل كان يجب يعني يكون في الطريقه حد يمثل او يكون في اللجنه؟ لا. لا لا لا، بالعكس، انت بتفتح مواضيع كويسه. بص يا فندم، هو الاخوان المسلمين بدايه للاسف الشديد غايتهم السلطه، ولا غايتهم لا اسلام ولا اي شيء، واللعب اللي عبوده كله يدل على انهم ناس غير مسؤوله على الاطلاق، عاوزين رجال الاعمال بتوعهم يبقى هم الوزراء، بدل ما يبقى حرامي علماني يبقى حرامي مسلم، هي إيه دي بس المشكله اللي عندهم، يعني إيه هو ده هيسرق وده بيسرق، فبدل ما يبقى وزير حرامي علماني لا يبقى راجل مسلم بقى، يبقى راجل مسلم يسرق زي ما هو عاوز باسم الدين، وده كلام فارغ يعني، ده راينا كلام فارغ، والدستور اللي هم عملوا اللجنه بتاع الدستور دي لما يحط لي فيها ممثلين ولاعيب الكوره، وانا احترم جدا الاخ ابو تريكه ده ان هو اعتذر، ده كان المفروض يجيبوا اساتذه القانون والناس اللي عملت دساتير قبل كده والناس اللي فكرت والناس اللي تعمل للبلد مش تعمل لمصلحه الاخوان المسلمين فقط. اذا انتم معترضين على اللجنه الدستوريه؟ انا معترض على الاخوان ان هم يمسكوا اي حاجه، انا نفسي نحل مجلس الشعب اللي هو بتاع الاخوان ده، وشوفوا هياخدوا كام صوت بقى ان شاء الله تعالى، بس ما يفرقوش لا لحمه ولا زيت ولا سكر ولا شاي ولا غرامه 500 جنيه ولا انبوبتين بوتاجاز، بس شوفوا هياخدوا كام بقى هم بقى كده. طيب
حضرتك شايف الرئيس القادم لمصر يعني من على الساحة الآن من ضمن المتواجدين؟ والله يعني أنا الأستاذ أيمن نور موجود كويس، الأستاذ حمدين صباحي كويس، ده اللي أنا أعرفهم عن قرب. يعني هل الطريقة العزمية ممكن تفرقع قنبلة وترشح أحد يعني كوديرها؟ لا، أصل الصوفية يعني مجموعة إصلاح لا تنظر إلى السلطة على الإطلاق. يعني العز بن عبد السلام هو اللي جهز الجيوش مع قطز، مش كده؟ لما مات قطز ما قالش أمسك أنا أبقى الرئيس أو أنا أبقى الملك، بل ساب خلاص انتصروا ورجع هو للجامع ولمريدينه وساب السلطة البيبرس. الآن يوجد معركة يعني مع السياسيين فيما بينهم على اللجنة التأسيسية للدستور، حضرتك شايف المأزق أو الخروج من المأزق يكون إزاي؟ هو الخروج من المأزق يا فندم هو كان خطأ كبير جدا اختيار الإخوان، وللأسف هي لعبة لعبوها على المجلس العسكري، واللي لعبها معهم الأستاذ عصام شرف وخبال حرك. أول لعبة عملها اللي هو الدستور أولا أو مجلس الشعب أولا، أول تزوير عمل في عقول الناس خلى اللون الأخضر نعم واللون الأسود لا. فطبعا 40% من الشعب المصري اللي عارفين نعم ولا بيقروا ولا بتنيلوا، فدخلوا على اللون الأخضر عشان تبقى سنة خضرة وخبال حرك. وبعد كده هو الناس البسطاء قالوا الأخضر ده لون الإسلام والأسود ده لون المسيحية، اللي عاوز يخش الجنة يختار الأخضر واللي عاوز يخش النار يختار الأسود، فضمن لهم كمان بتاع 30% ولا 40% تانيين الناس البسطاء دول. فهم هم ما لهمش تأثير على الإطلاق. هو في الاستفتاء بعد كده في مجلس الشعب أنا قلتها إن قلتها ونشروها بعض الجرائد إن اللي يختار اي واحد سلفي يمثل مجلس الشعب يعتبر خائن لهذا الوطن لانها مجموعه متخلفه عقليا، واخد بالك؟ وقلت برضو اللي ياخد رشوه من الاخوان المسلمين كسكر او كزيت او كشاي او ككيلو لحمه او انبوبه بوتاجاز ده يعتبر مرتشي. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي اللي هو المرشح، بين قوسين كتبتها، ولعن الله المرتشي اللي هو الناخب. فهذا مجلس ملعون بأنه هو دخل بالرشوة من أولها لآخرها. موردين الطريقة كثير، لماذا لم ينزلوا إلى الصناديق ويغيروا موازين اللعب؟ لا، هو للأسف الشديد كان في طبعا اختلاف بين المشايخ الطرق الصوفية في الفترة ديت، وبعدين الحمد لله المشايخ الاختلاف ده انتهى تقريبا. ففي واحدة صوف بعد كده كان في تأثير جامد جدا على المريدين اللي ينتخبوا حد ولا محتد، لسبب بسيط جدا ان المشايخ كانت بتقول لهم ابعدوا عن السياسة، بس الانتخاب ده مش سياسة، ده واجب وطني. يعني ان النهاردة السياسة ديت ان انا أبقى رئيس جمهورية كذاب ومنافق، وأبقى وزير منافق، وأبقى رئيس وزراء مجلس وزراء منافق، دي سياسة دي مكروهة عند الصوفية. إنما أنا النهاردة واجب علي أن أنتخب، فدي خلطوا هذا بذاك فما راحوش انتخابات. طب هل هيتم هذا الاستدراج في انتخابات رئاسة الجمهورية، وخاصة ان احنا المقبلين على رئاسة يعني حاسمة وحيوية في المرحلة التاريخية اللي احنا نمر بيها؟ دي ان شاء الله تعالى احنا يعني جهودنا ان شاء الله تعالى هتبقى يمكن من يوم السبت القادم، فيه هيبقى فيه مؤتمر هنا عندنا في المشيخة يعني الساعة 9 صباحا 10 صباحا هيبتدي 11، انا بقول 10 بس هو هيبتدي 11، وخبرك وهيكلموا بعض الناس في اختيارات وازاي نوعي الطرق الصوفية بان هي فعلا تكلم مريدينها وتوعيهم
بحيث ان هي ما يغلطوش الغلطه بتاعت ال مجلس الشعب والاستفتاء. احنا بنشكر حضرتك وبنستنى حضرتك نيجي نحضر هذا المؤتمر. شرفونا ان شاء الله تعالى.